من جديد بعد فاصل قصير في اولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله. فقره مميزه جدا مع واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من نجوم الكره العالميه وخاصه الكره الالمانيه، ونجم منتخب مصر والمؤدب المحترم الكابتن ياسر رضوان. شرفنا النهارده. شرف ليا. مساء الخير يا كابتن ايهاب، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده. يعني انا اللي سعيد وانت وحشني جدا ومنور بيتك بقى. انت من ابناء النادي الاهلي العزاز. اكيد ده شرف ليا طبعا. نشوف بقى تقرير عنك ونرجع نتواصل ان شاء الله. نطلع نشوف تقرير مميز جدا عن الكابتن ياسر رضوان ونرجع نتواصل. ياسر رضوان، ياسر رضوان وجوه الجول، ياسر رضوان وجوه الجول. يا ولد يا ولد يا لعيب، وماشي ياسر، وماشي ياسر، هوبا، والثاني اهو. يعتبر ياسر رضوان الذي ولد يوم 22 من إبريل لعام 1972 بمحافظة الدقهلية أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية خلال حقبة التسعينيات وأوائل الألفية، وذلك فيما يخص مركزه كظهير أيمن. بدأ رضوان مشواره الكروي مع مركز شباب قريته بقطارس قبل أن ينضم لناشئي فريق بلدية المحلة، ثم تم تصعيده للفريق الأول وصعدوا وقتها للدوري الممتاز عام 1991. خلال تلك الفترة بزغ نجم ياسر كثيرا لينضم لمنتخب الشباب عام 94. سريعا ما تحول للاعب أساسي في المنتخب المصري الأول منذ عام 1995، نجح في الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن في كأس الأمم الإفريقية عام 96 في جنوب إفريقيا لتنهال العروض الاحترافية عليه، حيث طلبه نادي هانزا روستوك ليبدأ معه مسيرة ناجحة انطلقت بداية من موسم 96-97 وحتى موسم 2001-2002. شارك نجم هانزا روستوك السابق مع الأهلي في موسمي 2002-2003 2003-2004، لعب خلالها 22 مباراة أحرز هدفين، متوجا بمسابقة كأس مصر بموسم 2002-2003 والسوبر المحلي في العام ذاته، قبل عودته للعب مرة أخرى بفريق بلدية المحلة، ومن ثم ختام مسيرته الكروية مع نادي الأولمبي السكندري، لكنه لم يشارك معه بشكل رسمي بسبب الإصابة اللعينة التي أجبرته على اعتزال لعبة كرة القدم نهائيا. على المستوى الدولي فرض رضوان اسمه على تشكيل المنتخب الوطني الأول بمشاركته في 4 بطولات قوية ككأس الأمم الإفريقية عام 96 بجنوب إفريقيا و 1998 ببوركينا فاسو. عقب اعتزاله كرة القدم اتجه ياسر رضوان للعمل بالتدريب. كانت البداية مع أكاديمية الأهلي كمدير لفرع الأكاديمية بالمنصورة والشرقية، ثم انضم لمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة، ثم لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من خلال العمل كمدير فني لفريق 18 و19 عاما، وأحرز معهم بطولات. في مايو 2012 عمل مدربا بالفريق الأول للأهلي تحت قيادة المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي لمدة 2 شهر قبل التعاقد مع مانويل جوزيه في نفس الموسم، ثم العودة من جديد للعمل كنائب لمدير قطاع الناشئين بالفريق. من بعدها بدأ خارج الأهلي للعمل كمدير فني لفريق نابارو في دور القسم الثاني، ثم عمل مدربا لفريق النصر الليبي، ومن بعدها كمدير فني لمنتخب مصر للشباب مواليد 95، ثم جمهورية شبين، ثم نجوم المستقبل قبل العودة مجددا لقيادة جمهورية شبين، وأخيرا منتخب السويس. ياسر رضوان الجناح الطائر. ياسر رضوان، ياسر رضوان وجوه الجول، ياسر رضوان وجوه الجول. يا ياسر يا ولد يا لعيب، وماشي ياسر، وماشي ياسر، هوبا، والثاني اهو. ياسر رضوان والحكايه كبيره جدا ومش عارف ابدا منين. الحكايه نبدا منين؟
والله طبعا يعني بشكركم طبعا على الحاجه الجميله اللي معموله النهارده ديت و انت عملته بنقول جزء منه. ربنا يخليك. بدات طبعا زي ما حضرتك قلت وشفت كده ان انا بدات زي اي لعيب في قريه وبدات اتدرج وكان عنده طموح واحلام كبيره والحمد لله قدرت احقق معظمها. يعني كان نفسي يبقى في احسن من كده لكن طبعا لعنه الاصابه كانت مؤثره بشكل كبير خاصه انا اتصبت وانا سني كان 28 سنه كانت اول اصابه ليا وكانت رباط صليبي. كان نفسي طبعا في عودتي للنادي الاهلي طبعا كان شرف كبير ليا وكنت اتمنى ان انا يعني راجع وكان عندي طموح كبيره جدا بطوله افريقيا 3 4 دوري يبقى كده السي في بتاعي كلاعب يعني تقيل قوي بصراحه لكن قدر الله ما شاء فعل اخذت كاس واخذت سوبر مع النادي الاهلي مثلته لمده سنتين وده من احسن سنين عمري بس دي الحكايه كلها يعني الحكايه اكبر من كده والحكايه البدايه 15 سنه بتلعب في بدايه المحله بتتالق موسمين تبقى 17 بتصعد للفريق الاول وبتأدي بشكل كويس كان ليك اخ اكبر منك قال لك تعالى في بدايه المحله علي علي كان بيلعب باك ليفت كان فرقه 20 سنه وطبعا يعني مش عايز اقول احرف مني عشان انا لسه انا هقول لك هو فعلا كان احرف مني بس هو موضوع الجيش وكنا لسه ممتاز بيه فما كانش صعب ان انت عارف ان حد ما يتدخل وكده فالجيش بعده شويه عن الكوره لكن هو لعب فتره طويله طبعا ممتاز بيه مع سمنود ومع فرق تانية كتير وطبعا في الاول والاخر نصيب الكوره يعني 96 والبطوله الافريقيه وكانت نقطه تحول كبيره والله طبعا هو بس طبعا كان عندنا مستر هانز شميت ده كان ماسك بلديه المحله قبل بطوله 96 وقعد معانا موسم ومشي وكده وكان بعت لي دعوه بس انا بصراحه في الفتره دي كنت لسه بادئ في منتخب مصر مع الكابتن طبعا قبل ما يرجع بقى يمسك الاسماعيلي قبل ما يرجع يمسك الاسماعيلي ده هو رجع الاسماعيلي تقريبا متاخر قوي يعني بعدها بكم سنه يعني كان كابتن محسن صالح هو اللي ماسك منتخب مصر وكان لي الشرف ان انا انضميت في وجوده طبعا بعدها جه مستر رود كرول هو اللي خد البطوله بتاعت افريقيا لعبت التصفيات وهو مسك البطوله وبصراحه يعني انا يعني كان عندي طموح كبيره جدا فده يمكن كان دافع ليا وخلاني اجتهد وخلاني طبعا مع بقيه الزملاء ان انا اقدر اعمل حاجه كويسه في بطوله 96 كنا نتمنى ان احنا نتفوق على زامبيا في دور الثمانيه لكن طبعا ما حصلش نصيب لان احنا كان في بطوله وديه قبليها وكسبانين زامبيا برضو في جنوب افريقيا كان قبلها بحوالي شهرين وكده يعني فهو كان معاهم مدرب بصراحه هو قوي وقدر يفهم فريقنا احنا كنا كسبانين وبعد كده الماتش اتحول في الشوط الثاني للخساره. كان صعب قوي الماتش ده كان دراما كده. بالظبط يعني كان الشوط الثاني. دور الثمانيه وخروج المنتخب من دور الثمانيه وانت تفوز بافضل ظهير ايمن في البطوله وانت خارج من دور الثمانيه ده معناه ان انت قدمت بطوله بشكل خاص مميزه جدا. يعني الحمد لله وكان ربنا موفقني طبعا في الاربع مباريات اللي لعبناهم اول مباراه طبعا عملت اول جولين للكابتن احمد الكاس يعني انا عملتهم لكن هو موهبته طبعا اللي جابت لي جوان يعني كاس حاجه حلوه حاجه جميله بصراحه يعني فيمكن هي دي اول الانطباع الكويس اللي بدات الناس تشوفني فيه الحمد لله الماتشات اللي بعدها كنت كويس يمكن كسبنا صعبه الارض جنوب افريقيا في المباراه الثالثه تعادلنا تقريبا او خسرنا من نيجيريا على ما اعتقد او من الكاميرون يا ربي الماتش الثالث وفي ماتش زامبيا كنت الحمد لله برضو كنت كويس يعني ما بعد التالق وحصولك على افضل ظهير ايمن في البطوله يعني طلبات الاحتراف كانت قويه جدا يعني هو الحمد لله طبعا كان في اكتر من عرض طبعا بس انت عارف الواحد في الفتره دي لسه صغير وما يعرفش حاجه يمكن كنت انا وكابتن حازم امام طبعا هو الناس اللي جالها عروض في الوقت ده بعد بطوله 96 الحمد لله اول ما رجعت على طول لقيت الفاكس وصل بتاع هانزا روستوك والناس بصراحه يعني ساعدوني في ان انا اتحرك فيه بسرعه النادي بلديه المحله كان معانا ناس محترمه جدا مجلس الاداره والحمد لله يعني الموضوع مشي يعني. تجربه المانيا وتفوق وتالق مع هانزا روستوك 6 سنين بفضل الله كنت بتلعب اساسي وبشكل كبير ودي حاجه مش سهله. والله الحمد لله يعني زي ما قلت لك في الاول هو الواحد طموحك اللي هو اللي بيحطك على اول الطريق والاجتهاد بعد كده والتوفيق من عند ربنا
انا كنت حاسس ان ده بيتي ومكاني، وكنت بلعب اكن انا ابن النادي مش جاي من بره. البدايه برضو جاي من بدايه المحله بعد تجربه مع المنتخب ورايح المانيا، برضو في رهبه. والله هو مش رهبه، وكان يعني زي انت في حلم وهتصحى امتى، يعني انت مستني تصحى عشان ترجع مصر. يعني كنت حاسس انك مش مستوعب. لا بصراحه يعني انت عارف طبعا ايامها ما كانش في الميديا اللي هي انك تشوف ماتشات وبتاع. طبعا انت كنت بتشوف ماتش كل مثلا كام شهر كده، اما تشوف ماتش في اي بطوله. بالظبط يعني أوروبا. انا مش مصدق، يعني مش مصدق ان انا موجود في وسط الناس دي. لو وفي الوقت ده البوندسليجا يعني نجوم كتيره جدا، وهانز روستوك كان طبعا من الفرق الكبيره ساعتها وكان بيلعب في الممتاز. يعني برضو انا لحقت ناس كلينسمان وماتياس وزامر، ولحقت جيل كان قوي، والواحد مش مصدق ان هو بيلعب وسط الناس دي. اوليفر كان لا ناس يعني عمالقه في الكوره، والواحد بصراحه كان منبهر بيهم. يعني منبهر بيهم، لكن قدرت تثبت نفسك. واول مباراه اول موسم تقريبا لعبت 23 مباراه، ثقه كبيره جدا انك تبقى رايح في الاول تاخد وتثبت نفسك وتؤكد انك تستحق تبدا ب 23 مباراه في اول موسم وتلعب 6 مواسم متواصل لعيب اساسي. هو طبعا فضل ربنا عليا، والناس هناك بصراحه كان حبيني كمان، اللي هو المدير الفني باجلزدورف، من الناس اللي كانت معروفه برضو في اسماء في المانيا المدربين الكبار. يمكن هو كان انا عندي حريه في التكتيك شويه، ممكن تحطني باك ليفت العب. يمكن تاني ماتش في الدوري على طول الباك ليفت بتاعنا توقف، فهو قال لي انا عايزك تلعب باك ليفت، فلعبت باك ليفت. كنا بنلعب بروسيا دورتموند وخسرنا 1-0 يوميها. في ماتش فيردا بريمن لعبت في نص الملعب، فكان الحمد لله حته ان انا اقدر العب جوكر العب في اكتر من مكان، فالحمد لله دي كانت مساعداني كويس جدا. فالراجل كان دايما بيحطني في الفرقه، يعني دايما مميز. لكن اكيد ليك ذكريات حلوه في المانيا، ليك ذكريات مع مدربين مع لاعبين، ليك مواقف صعبه، ليك حاجات طريفه. والله طبعا يعني الحمد لله انا حظيت، يمكن طبعا زي ما حضرتك قلت ان فرقه هانز روستوك من الفرقه كانت كويسه لها اسم، وبس هي كانت في نص الجدول، فكان تغيير المدربين بيبقى كتير. يمكن انا في 6 مواسم اتغير عليا 6 مدربين الحمد لله. لعبت دي ميزه ليك مش عيب ليك، وطبعا ممكن تكون عيب ان والالمان مش متعودين على ده. لكن لما 6 مدربين يتغيروا عليك وفي نفس الوقت تحافظ على مكانك مع السته، ده معناه اللي ما هي دي الفكره يا كابتن ايهاب، ان انا الحمد لله مع الست مدربين الحمد لله، يعني ان انا كنت ماشي كويس. في وقت من الاوقات في بعض الاصابه، بعد الاصابه يمكن كان لي ظروف وكنت لازم اعمله بتاع المدرب نفسه او المدير الفني، هو اللي خدني معاه لحد دوزلدورف، هو كان من دوزلدورف ووداني مركز التاهيل اللي هو يعتبر كان احسن مركز في المانيا، والنادي الاهلي فعلا بيأهل في المركز ده على طول. وفي الفتره دي انا قابلت كابتن سيد عبد الحفيظ والدكتور ايهاب علي، كانوا موجودين في الفتره ديت. بقى كل اسبوع لازم يعدي عليا، يعني في حوالي 600 كيلو، هو كل ما يروح لازم يجيني ويطمن عليا ويشوفني، فكان مهتم بيا بشكل كبير. لدرجه ان انا لما رجعت ما خدتش مثلا، لا راجع جاهز، فدخلني المباراه على طول بعدها بيومين بعد ما رجعت. والحمد لله كنا بنلعب كولن، والحمد لله نزلني شوط تاني، واول ما نزلت جبت جول. فبصراحه رحت له هو اول واحد، لان طبعا شجعك. يعني بصراحه وقف جنبي فتره طويله واستحملني في الاصابه. اكيد كان في علاقه بينك وبين جمهور هانز روستوك، في مواقف ما تنساهاش. يعني هو اخر لما كنا هناك في اول السنه ديت، الدعوه اللي كانت جايه لك في التكريم، كنت انا وكابتن عماره بيبعتوا لك دعوات. والله كابتن عماره طبعا زهلت من حاجه يا كابتن ايهاب، ان انا قابلني شاب حوالي 23 24 سنه، قال لي انا ليا الشرف ان انا شفتك وانا طفل، وشفتك وانا كبير وانت بتلعب، احنا لعبنا ماتش كده فريندلي يعني. فكنت مبسوط جدا، الناس طبعا يعني منتظرين يشوفوك، عايزين يمضوا التيشيرتات، عايزين يمضوا الصور بتاعتك، عاملين المجلات جايبين، حسسوك ان انت لسه بتلعب، فده كان احساس جميل طبعاً جدا. طبعا معانا صور من التكريم ده. التكريم التكريم ده بيعملوه كل سنه، بيجيبوا بقى اساطير الفريق والنجوم. هو بيتعمل كل سنه، وهو معمول لسه الايميل جاي لي الاسبوع اللي فات على يوم 26/5. في تكريم تاني يعني 26/5. بسم الله ما شاء الله. ده جديد، انا اول، انا يعني انا اول، انا عارف طبعا التكريم اللي فات وكده، لكن بالنسبه لي بتقول لي ده ان ده يعني حاجه جديده، فلسه واصل لك ايميل في تكريم تاني. في تكريم تاني يوم 26/5 ان شاء الله انا والكابتن عماره، وان شاء الله انا رديت عليهم بالموافقه، وان شاء الله نبقى موجودين باذن الله. هونتوا على بعض بقى الغربه كده انت والكابتن عماره، يعني شمال ويمين بقى
هو عمر لو حضرتك تفتكر ان لما جه النادي الاهلي كان حصل له تمزق في الاربطه وبتاعه وطلع عمل جراحه في المانيا في الفتره دي انا اصريت ان هو يجي يكمل تاهيل لاخر اسبوع عندنا في النادي فاستاذنت من المدير الفني وراجل بصراحه رحب جدا ولما جه كان بيعامله كويس وقال لي هو لعيب كويس كان الكلام ده بعد بطوله 98 قلت له ده احسن باك ليفت في افريقيا وبتاع ومش عارف ايه قال لي عايزه يجي قلت له يا ريت فقال لي طب ممكن يبعت لي كان بقى يا ماشي الشرايط مش سداد آه كمان بعت لك شريطين شريطين فيديو بعت المباريات اتفرج عليها الراجل بصراحه هم كانوا مخلصين على طول يعني كان بعدها بشهر كان عماره موجود ويعني مش عايز اقول لك عماره يعني مش طبعا. مش كوره بس ده عماره مدرسه واهل شخصية جميلة من ايام من زمان يعني من ايام ما كنا في المدرسه مع بعض مش مش كوره بس يعني يعني دويت والثنائي مدرسه واحده رضوان وعماره كان من بدري بقى لا من بدري جدا اسري ومدرسه كمان كنا مع بعض وفي كل حته كنا بنبقى مع بعض في البلديه كنا مع بعض لما انا سافرت برضه جه معايا لما هو رجع الاهلي خد جينا مع بعض يعني الحمد لله توأمه كويسه الحمد لله يعني عشره كبيره طبعا طبعا وانت اصريت يعني حسيت ان هو ممكن يجي وشايف انه لعيب كبير وبرضه دي ثقه برضه من المدير الفني ليك على فكره هكمل معاك لكن على الشاشه زمان عارضين عمر بنوب عارض لك اهو الشيرت بتاعك بيتباع يعني على النت مع هانزا روستوك حتى الان من الاساطير بتاعه الفريق والله الحمد لله طبعا بشكره على اللفته الجميله ديت اكيد طبعا عماره هون عليا في الغربه كتير جدا عرفت الشيرت بتاعك ثمنه كام يعني احنا لو عوزنا نشتري تيشيرت ندفع كام دلوقتي فيه ولا لا انا عايز واحد بصراحه 150 اورو بقى والله كويس يعني وانت جاي هات لنا معاك تيشيرتين عينيا طبعا حاجه بجد يا جماعه فخر 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 طبعا وقد ايه هي دي الرياضه وشوفوا الناس بتتعامل ازاي وشوفوا الناس بتشتغل ازاي شوفوا الناس بتقدر لعبتها ازاي ونجم ادى ست سنين بوفاء وباخلاص هم بيردوا له الجميل على طول بتبقى على نفسيتك الحاجات دي عامله ازاي وهم زي ما انت قلت في ولد 23 سنه وجاي ولما بيخش الجمهور على الموقع ليه تيشيرتك بيتباع لغايه النهارده دي حاجات بتفرحك لكن ليها جواك مردود حلو بص انا يعني هتكلم معاك بصراحه ودي يمكن اول مره اتكلم فيها يمكن انت قلت لي في اول قبل ما نطلع هوا انت يعني خلاص بقى انت مكانك المفروض في حته تانية مش عارف ايه بلاش الممتاز بيه فبصراحه انا لما رحت المره الاخيره دي يعني على قد السعاده اللي انا كنت فيها على قد الحزن اللي كان جوايا لان طبعا دول مهما كان مش 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 مش, مش, مش مصريين يعني دول اجانب بالنسبه لي وانا ما عادش عندهم ست سنين انا راجل مثلت منتخب مصر حوالي 9 سنين الحمد لله يعني اديت على قد ما قدرت الناس دي كرمتنا احسن ما بتكرم هنا يعني ده اللي حزنك يعني انت عارف كل سنه بتطلع بتتكرم في هانزا روستوك بعت لك الدعوه بتروح دعوه كامله بكل حاجه يمكن الليموزين بيستنينا في المطار يودينا لحد الاوتيل العشاء الغداء الفطار مش عارف ايه اي حاجه انت ما بتعملش غير اي حاجه انك بتبقى متواجد راح تتكرم بالظبط يعني فانت حاسس ان انت في بلدك ما خدتش التكريم اللي تستحقه يعني على المستوى العمل حتى مش شايف حزن في عينيك كبير قوي قوي والله السنه الفتره اللي فاتت دي يعني اجتهدت الحمد لله يعني وانا عارف ان موضوع الشغل ده بيبقى رزق ونصيب وانا يعني مقتنع 200% يعني لكن الموضوع في مصر ما بقاش كده يعني ما بقاش يعني لعيب بحجم السي في بتاعك هو لعيب ومثل منتخب مصر 9 سنين ولعب للنادي الاهلي وجاي من البلديه ولعب بطولات افريقيا ولعب في اكبر واجمد دوري اوروبي وادى بشكل كويس وست سنين مميز جدا واداء عالي جدا انت شايف ان 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 انت مش في المكان اللي انت تستحقها انا اقول لك انا انت انا كنت بدردش معاك قبل هوا بقول لك لا انت يعني مع احترامي طبعا للفرق اللي رحت واتدربت واشتغلت فيها لا انت قيمتك كبيره هم كلهم ناس محترمه طبعا انا اشتغلت معاهم وانديه كبيره واخرهم نادي منتخب السويس نادي ناس محترمه وشعبيه قويه ونادي كبير دي ناس برضو محترمه طبعا ناس محترمه طبعا يعني ف يعني انا عايز فرصه يعني هشحتها مش مشكله هشحتها لا انا عايز فرصه زي اي حد اديني الفرصه وبعد كده احكم عليا يعني يمكن انا موضوع المنتخب 95 مسكت بعد الكابتن علاء ميهوب الفتره كانت قصيره جدا واتحكم عليا خلاص وتركنت في ناس
بقى لها 15 و14 سنه في منتخب مصر بيطلع المنتخب ده يخش على اللي بعديه. اجيبها لك بصراحه، ما انت ما عندكش علاقات، انت بتشتغل وبس، وما ينفعش الكلام ده، لازم عندك شويه علاقات برضو، وتسوق نفسك وتليفون وشويه هدايا. انت ما بعرفش يعني، ما مش كلها كوره كوره، مش كلها قدرات يعني. ما بعرفش. تليفونات بقى والرسائل الحلوه وجمعتكم سعيده وصباح الفل عليك يعني. انا بقول لك الكلام ده وانا حزين والله، والله العظيم انا حزين يعني. انت مشرف بلد بحالها ومشرف الكره المصريه، وتكريته وكابتن عمارة طبعا النجم الكبير طبعا، وفريقك الالماني بيبعت لكم كل سنه للتكريم، تحضروا مع الاساطير زي النجوم كبار جدا، انتوا من مكانكم النجوم الكبار، ومع ذلك على ارض الواقع انت هنا مش قادر حتى تاخد فرصه تدريبيه محترمه في بلدك. ما ده الحاجه اللي يعني مخلي الواحد حزين، زي ما قلت انت، انت شايف في عينيا حزن فعلا، انا حزين ان انا مش قادر اخد الفرصه دي، ومش عارف، مش قادر اوصل بالطرق اللي الناس بتوصل بيها بصراحه. يعني مش كل الناس طبعا، في ناس محترمه جدا، وفي ناس وصلت بمجهودها وعرقها لكن في بشوف حاجات غريبه يعني بتحصل، يعني في لعب الكراسي ساعات بتحصل، انت تيجي مكاني وانا اجي مكانك يومين وبتاع ومش عارف ايه وقشطه يعني، ونفس الاسماء بتتكرر ونفس الاسماء بتتكرر بالظبط يعني، عايزين فرصه بس مش اكتر من كده. يا جماعه، عندما تحدث ياسر رضوان بهذا الحزن والاسى على الهواء بعد تاريخ كبير جدا وتاريخ حافل جدا، واحنا قاعدين بنجهز الحلقه دي او التقرير اللي انت شفته اتعرض في دقيقتين او في ثلاثه، سي في كبير جدا انت بتختصره عشان تقول هيدلاينز كده او عناوين مختصره خالص لقيمه كبيره جدا. لامتى النجوم الكبار مش هياخدوا الفرصه؟ اما الراجل يطلع يقول لك انا بشحت الفرصه، لا مش حتش الفرصه يا كابتن، مع احترامي ليك انت نجم وتستحق، وليك مكانه اكبر من كده بكتير جدا لما تكون لاعب افضل ظهير ايمن في بطوله افريقيا 96، تنهال عليك العروض، تروح تلعب في الدوري الالماني، تلعب في فرقه 6 سنين، ده معناه كبير جدا في الكوره، وتمثل منتخب بلدك وتلعب للاهلي، الاصابه تحرمك من حاجات، تعمل دراساتك التدريبيه، تدرب مش عارف تاخد فرصه، صدقني العيب مش فيك. انا بقولها لك اهو. اتمنى اللي يكون العيب مش فيا يعني بصراحه. لا العيب مش فيك، وانا مش عايز ادوس على الحته دي لان انا شايف مقدار الحزن اللي في عينك بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. ان شاء الله. ومن هذا القادم بقى، وانت بتبص للرياضه المصريه والكره المصريه بتقيمها ازاي في هذا التوقيت بعد هيكتور كوبر مر بمرحله مع المنتخب، ودلوقتي في اجيري، وفي جيل مميز جدا، وفي لعيبه محترفين مميزين، في لعيب مميز عندنا زي محمد صلاح بعد شويه يبقى عنده مباراة قوية جدا مع باريس سان جيرمان ونيمار، وقصة كبيرة، وعالم كله بيشوف لاعب مصري برضه بيتعرض لمشاكل داخل بلده. احنا للأسف يمكن بعد الخطوة الكبيرة وصلنا لكأس العالم، حسيت إن الكرة المصرية بترجع لورا مش بتطلع لقدام، مع إن المفروض يبقى ده دافع إن احنا نخطط للجيل الحالي أو الجيل اللي هيجي بعد كده لحاجة أفضل من اللي احنا وصلنا له قبل كده. احنا وصلنا ولعبنا في كأس العالم لكن ما حققناش مراكز، المفروض الفترة اللي جاية احنا ازاي هنحقق مراكز في كأس العالم؟ ازاي نوصل وازاي نحقق مراكز؟ لكن للأسف يعني ما احنا ما بنوصل كأس العالم بنفضل زمر وطبل لغاية ما كأس العالم بيخلص برضه، أو نصحى على أول كابوس كارثه. اول كارثه، اول كابوس، اول كارثه. فبصراحه انا مندهش من اللي بيحصل، مع احترام لكل الناس اللي موجوده في اتحاد الكوره، انا مش شايف مجموعه، انا شايف افراد وكل واحد شغال في شغل فردي، شغال فردي، وكل واحد ملف وعمال مش عايز اقول يعك لا هو اللي يجي في دماغه بيعمله. عايز يراضي الكابتن ايهاب يراضي شويه، عايز يراضي ياسر يراضي شويه، عايز انت عارف ان الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن يعني يأذيك، يعني الناس يقول لك ده بينتقدنا نجيبه ازاي بقى في المنتخبات، لكن انا بتكلم بكل امانه وكل صراحه، انا عايز بلدي تبقى احسن من اي بلد ثانيه، انا نفسي التكريم لبلدي يبقى افضل من اي دوله ثانيه. يعني امبارح شيء محزن في اللي بيحصل في ماتش المقاولين وبيراميدز، يعني حاجه حزينه بصراحه، يعني انت الناس هناك لسه بنتكلم، الناس واخداني عشان تكرمني هناك، طب انت بتهني هنا ليه؟ يعني انا كده اهانه للحكام اللي موجوده، هل الحكام دي مش قادرين؟ خلاص يبقى نلغي، بلاش نصرف عليهم ونجنبهم وخلاص نستقطب حكام كلها من بره اللي يديروا الدوري. سمعت مقوله، شايف دي اهانه للتحكيم؟ طبعا. طبعا. يعني انا ماتش عادي جدا مش محتاج اللي هو ما فيهوش اللي هو يعني
اللي هيبقى فيه مشاكل كتير او في عداوه بين الـ مع العلم ان في اخطاء تحكيميه واضحه السنه دي. معلش بس ده وارد، ده وارد، لكن ما ينفعش ان انا في ماتش زي ده اطلع اجيب تم كل شويه. وبعدين الماتش مش بتاع بيراميدز، الماتش بتاع المقاولين اللي تطلب حكام. حته برضو تجاهل للمقاولين دي كبيره يعني، مش صغيره. وبعدين يعني نادي المقاولين ده نادي كبير يعني، مش نادي قليل. ولو نادي صغير ونادي صاحب الارض وبيلعب في الدوري الممتاز، وانت لازم تقدره طبعا طبعا. يعني دي الحته اللي كانت ملفته كابتن فج قوي، دي اللي زعلت الواحد حزين يعني، خلت الواحد حزين امبارح. انت كبر ولادك، انت ليه بتحطمهم؟ ليه بتقتلهم؟ بتجيب الحكام واديها ثقه واديها كل الصلاحيات وابعت ناس للانديه وابعت ما انت تبعت لائحه وبتاع ما دي مسؤوليه مين بقى كابتن؟ ما اتحاد الكوره ولجنه المسابقات. برافو عليك، لان كل الناس عم تقول لك كابتن عصام، ما كابتن عصام مسؤول، بس فين بقيه الناس؟ بس بقيه الناس فين؟ ما ده اللي لسه بقوله، كل واحد واخد ملف بس بيشتغل فيه. ممكن تغلط بقى، ممكن تعمل الصح، الله اعلم يعني. حسب ما دماغك هتوديك يعني. لكن المشهد ما كانش عاجبك ده بصراحه. يعني انفعال الكابتن علاء نبيل على التلفزيون، وبعدين ده حكام توانسه كمان يعني، مش مصريين. يعني بقينا مفضوحين في مصر ومفضوحين في تونس. يعني برضه مش عايزين ندخل طرف في مشكله جديده، لكن الراجل بصراحه امبارح كان كويس. لا كان كويس، الحكم يمكن باستثناء حضرتك الحاجه اللي حصلت في الماتش اللي حضرتك قلتها من شويه، اللي هو في موضوع الانذار الثاني بتاع علي جابر. تحس الحكم كان مضغوط نفسه عشان كده مش مركز يعني. الشكل في قبل المباراه ما بتبدا والمناوشات والتليفونات اول مره اشوف يعني مدير فني يجي له يتكلم في التليفون، ازاي عند ماتش هيركز في التليفون ولا دخلتني في لا مشاكل. الحاج عامر حسين قال بوجهه نظري افيه مش تصريح، ده افيه. قال لك ما عندناش حاجه في اللائحه يعني بتقول ان ممنوع يتكلموا في التليفون. طب ما خلاص ما نجيب طقم موبايلات بقى والناس تقعد وهي قاعده على الدكه تشتغل عليه يعني. اعتقد التصريح ما كانش موفق خالص من الحاج عامر اللي انا بحترمه وبقدره، حتى لو مش عندنا يعني ما ينفعش نجاهر بتصريحات يعني. بغض النظر ما احنا برضو مش بنقول للناس تتعاقب لو في تليفون او حاجه، بس برضو بس الشكل يعني العام، الشكل العام يبقى كويس. احنا بنكون عايزين نكبر المسابقه بالظبط يعني. انت برضو قلت حاجه يعني بصراحه من الحاجات اللي عجبتني قوي وانا قاعد بستمع للحلقه في الاول كده، انت وامير صح؟ مين صاحب الدوري؟ مين المسؤول عن الدوري؟ يعني دي ده سؤال مهم جدا، لان حاسين انه وانا مش عايز اجاوب، انا نفسي حد يطلع يجاوب تاني. حاسين انه ملوش حد، الدوري ملوش حد يسال عنه، الدوري ملوش حد يحميه، الدوري ملوش حد ينظمه. ده حقيقه، ده حقيقه. ما هو ده خلاص وصل لنا رسمي. ما ده احساسي انا يعني، انا بشاهد المشهد من اول الدوري لحد الان. ما ممكن انا اغير اي حاجه في اي وقت. على فكره يعني الناس في مصر مش ضد تجربه استثماريه ولا ضد بالعكس خالص. ده بالعكس، هي دجله دي تجربه ايه؟ استثمارية. الأسيوطي قبل بيراميدز استثمارية وتشجيع الناس مستمر والدنيا ما فيش فيها أي مشكلة، لكن بيبقى كله في نمط واحد، اللي بيمشي على الناس بيمشي على الناس كلها. فعشان النهارده حسسني إن في حد بيمشي عليه حاجة وحد ما بيمشيش عليه حاجة. بس أنا في حاجة برضو يا كابتن إيهاب يعني برضو كبس. يعني مش أنا بس اللي بتكلم فيها، أي حد بيكلمني حتى الناس كتير بتسألني فيها يعني برضو الحتة المادية دي هتعمل مشكلة كبيرة للأندية. يعني انت النهارده بتتكلم في ارقام برضو بعيده خالص عن بقيه الدوري كله. يعني ما تيجي تقول مكافاه مش عارف قد ايه، مش عارف اللعيب ده ثمنه طب وبعدين؟ او بتجاهر بيها يعني ايه؟ يعني احنا صرفنا كده. بص يا كابتن، خلينا نقول ان دي حاجه ما نقدرش نمسكها، يعني برضو الناس كانت تيجي تتكلم على الاهلي وعن الزمالك يقول لك المكافآت غيرهم، كانوا الناس باصه للفرقتين دول بس. جت فرقه ثالثه علت سقف في حته ثانيه، دي مش هنقدر نتكلم فيها بالشكل. في حته 10 فوق خالص خالص خالص. ما دي بقى هتعمل لك تضخم. ما ده اللي انا بقول فيه يعني، ان ده هيحصل منها مشاكل بعد كده. وبعدين هقدر اخد اي لعيب انا عايزه. انا هدفع خلاص بقى. انت لما تروح لنادي مثلا معين وتدي له رقم كبير جدا، انا لما اسمع النهارده بتاخد مكافاه 150 الف جنيه وانا باخد 3000 جنيه، 170 الف جنيه وانا باخد 3000 جنيه. ايه الاحساس من جواك هتبقى عامل ازاي؟ انا حد كان النهارده بيكلمني، زميلي محمد يحيى في الوطن، بيقول لي انا عايز اعمل موضوع عن لعيب بقى بدون ذكر اسمه عشان يكمل موضوعه. قال لي ده كان بياخد في الشهر 4000 جنيه، بعد كده موسم كان بياخد 150 الف جنيه، بعد كده انتقل لنادي بيراميدز راح برقم، وبعدين امبارح خد مكافاه واحده 170 الف جنيه تعادل موسمين من اللي هو لعبهم في الدوري. ما علينا، عشان بس الاسم يعني. شوف برضو الوضع يعني، ولكن هذا انا بقول لك ده امر مشروع يعني. الناس فرقه واستثمار بس هيعمل مشاكل بعد كده اكيد.
لكن في نفس الوقت انا ما اقدرش انتقد المشهد انه حد عنده نادي بيصرف بشكل كبير زي ما عايز يجيب عربيه فخمه جدا واحد عربيته على خلاص لكن هو تراك واحد اللي ماشي فيه يعني. لكن في الاخر لما تيجي تبص هي الجوائز اللي بياخد الدوري ده بياخد كام قيمه ماليه؟ كلام فاضي تقريبا 2 مليون جنيه كلام تقريبا فاضي. كانت اخر مره انا كنت متابع القصه دي يعني في حدود 2 مليون جنيه والدرع عندنا بس الدرع في الجزيرة شايف المنافسة ازاي؟ هو طبعا موضوع تأجيل المباريات بتاعت النادي الأهلي دي مخليها المنافسة ما بين بيراميدز والزمالك وبعض الأندية لكن طبعا إن شاء الله لما النادي الأهلي يرجع الموضوع هيختلف تماما يعني حتى أنا يمكن بيراميدز ماشي بشكل كويس لكن الموضوع انك تحقق بطوله وبتاع الموضوع مش سهل يعني الضغوط اللي بتحط في تحتها لعيبه النادي الاهلي وجهازه والمطالبات بتاعه الجمهور اللي بره هي دي سبب النجاح طبعا خلاف ان انا ابقى بلعب في نادي معلش مع احترام لسه السنه دي امكانيات متوفره بشكل كبير لكن ما فيش ضغط عليه ان هو يحفزه للبطوله غير الماده والماده الواحده ساعات ما تبقاش كافيه يعني ما ساعات تبقى معاك مرتاح ماديا تلعب ليه طبعا او تجهد نفسك ليه طبعا لكن هي تجربه تجربه طبعا وفي منافسه هتشاف وفي فتره لكن اكيد انا زي ما حضرتك بتقول كنت بيتكلم معاك كابتن سالم حيت قال لي البطوله دي حاجه تانية خالص قال لي فرقه البطوله دي حاجه لا تانية موضوع تاني طبعا مش سنه واثنين وثلاثه تاريخ لا تاريخ كبير جدا تاريخ كبير وزي ما بقول لحضرتك الضغط الخارجي هو اللي بيولد الطموح والامل وروح المكسب وكل ده موجود في النادي الاهلي نادي الزمالك نادي الاسماعيلي النادي المصري يعني دول برضو انديه كبيره وعندها تاريخ وعندهم جمهور كبير فالطبيعي ان هو بيبقى قلقان من الناس اللي خايف يخسر عايز يلعب على المنافسه لان مش عارف يمشي في الشارع بعد كده شايف الدوري اللي احنا حطينا له عنوان كده هو جه معانا من غير ترتيب دوري بدون صاحب شايف الدوري اللي بدون صاحب الفتره الجايه القادم فيه ايه القادم فيه اسوأ القادم فيه عادي الدوري ده ممكن يكمل ولا لا انا اتمنى طبعا ان هو يكمل يمكن احنا خدنا خطوه كويسه بعوده جماهير طبعا جزء من الجماهير متاخره بس كويس بس كويس لحد ما بدات الماتشات يبقى شكلها كويس واللعيب بدات تبقى فيه متعه وكده يعني لكن في حاجه ثانيه بترجعك اللي هي عدم الترابط الراس نفسها مش موجوده مفككه فالطبيعي هيحصل مشاكل يعني انا شايف ان هو رايح للأسوأ مش للاحسن يعني لسه متوقع سيناريوهات سيئه قد أكيد. يعني ممكن نصطدم بيها في فتره جايه اكيد انا هقول اشمعنى وده هيقول فلان وده هيقول لا هيبقى في مشاكل يعني المقاولين النهارده بعت خطاب رسمي لاتحاد الكوره عايز يعيد المباراه لانه برضه واقف على نقطه يعني مهمه جدا قال لك كل الماتشات اللي اتلعبت بحكم اضافي الا المباراه دي حتى اللي معانا في نفس اليوم فده برضه وهو عنده لائحه جايه له بتقول له ان التحكيم السنه دي هيبقى بهذا الشكل يبقى هو معاه حق طبعا باللائحه اللي انت بعتها لي انا بقول لك في هيحصل في مشاكل كتير طالما في تجاوزات هيبقى في مشاكل داخل اتحاد الكوره البعض بيحاول يقنع الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول له ريح يا كابتن عصام عشان في مشاكل وقد تكون انت اللي في شكل مشاكل رغم ان الكلام ده انا ما اقتنعش بيه لانه ده اتحاد كامل على بعض انا شايف ان المسؤوليه تقع على الجميع مش على فرد او شخص واحد كابتن عصام بيأدي عمله بشكل كويس يمكن بيشتغل كتير جدا وانا يمكن في الفتره بتاعت المنتخب دي بقيت اشوف الحكام هم بييجوا وبياخدوا التدريبات والشغل ومشروع الهدف مش عايزين دايما ان احنا نلخص المشكله في شخص ونرميه ونجيب واحد مكانه والمشكله هي المشكله لسه موجوده على الترابيزه لكن الشخص هو اللي مش يبقى احنا كده لا احنا عايزين نحل المشكله عشان الدنيا تمشي كويس عشان يبقى في مستقبل النهارده كنت بتكلم مع عدد من الحكام اللي في الدوري يعني قلت اعمل كام تليفون اشوفهم ظروفهم ايه بتاع اتحلم الاستياء غير عاديه بقول لك لا ما نشتغلش احنا في الدوري المصري بقى خلاص كده اكرم لنا ما نشتغلش في الدوري المصري لا طبيعي انا قلت لك في اول الحلقه ايه قلت لك انا حزين انت كده بتضيع ابنك اللي انت عمال تمرن فيه وتصرف عليه وفي الاخر بتجيب من بره طب ما خلاص لما طب لما بره ده يقف بقى ويبقى انت مضطر انت هتلاقي حكام عندك بالشكل ده لا طبعا انت وقعته نفسيا دلوقتي هزيته جواه يعني الثقه يعني هيبقى عندك ثقه فيه ازاي
هو ثقه فيك ازاي؟ صعب. وهينزل ياخد الماتشات الجايه ازاي؟ اه بالظبط يعني. وفي ماتشات اصعب من دي يعني، ده ماتش كان سهل جدا طبعًا. وطبعا انت عارف بيراميدز والمقاولين جمهورهم يعني ناس لطاف وبتاع، بيخش يشجعوا كوره بس وبتاع طبعًا. والموضوع بيخلص. طب الماتشات الثقيله بقى اللي ممكن مصر اسماعيلي، اسماعيلي اهلي، اهلي مصري، يعني هيبقى في هتجيب حكام منين؟ لا، وهل في الحاله دي هيبقى الحكم العربي هيقدر يؤدي بهذا الشكل؟ لا طبعا. ولا هيبقى لا. صعب؟ لا صعب، صعب جدا يعني. المشاكل دي يا كابتن تتحل ازاي؟ ايه الخطه بتاعت الاتحاد الاول؟ هي دي المشكله كلها، ان احنا ما عندناش خطه نمشي بيها. ان احنا النهارده بنقعد مشكله ونقعد نتكلم فيها شويه والناس تاخد وقتها، وبعد كده المشكله هي هي بس تتركن ويخش عليها مشكله ثانيه فالناس برضو تقعد، لكن انت مش حاطط خطه مثلا خمس سنين للكره المصريه تشوف مشاكلها ايه. يعني انا قلت في مره من المرات، بس الكلام ده من زمان يعني، يا جماعه مش عيب ان احنا نطلع نتعلم من بره، وده عيب. اختار عناصر معينه، عناصر مؤهله ان هي ممكن تبقى في اتحاد الكره، مش لازم يبقى اعضاء مجلس اداره، ممكن يمشي الشغل اللي هم الموظفين. اختار مجموعه كويسه ونبعتهم انجلترا، المانيا، اسبانيا، يتعلموا. انا عاجبني فيك الطموح والاحلام اللي جواك والفكر اللي عندك. ده صح، ده حلم جميل. صعب ده، احنا عايز اقول لك ايه، بس ده احنا دلوقتي شغالين دكاتره بنك يعني، ريح الناس، شوف الناس عايزه ايه وريحها، مش عايزين صداع بقى. وصلنا للمرحله دي، هيبقى في تدهور في الكوره. تدهور في الكوره، وعندنا منتخب لاول مره في تاريخ مصر يبقى اللاعب المحترف هو اللي شايل المنتخب. الاول كان المحليين برضو، انت محترف كنت موجود وكابتن، ده بس كان المحليين اكتر، بس المحليين اكتر، رغم حتى جيل كابتن ميدو وكابتن زيدان وكابتن كان المحليين احمد حسن وكابتن عبد الظاهر، عشان ما انساش حد، وكابتن عبد الستار صبري، ومجموعه كده برضو كان برضو قوام المحل شايل. اكيد اكيد. النهارده القوام المحترفين هو اللي شايل اكتر، ده في تغير، هو قد يكون تغير طبيعي، ولكن في النهايه على ارض الواقع الدوري ابتدى يقل، مواهبه تقل. تيجي تدور على راس حربه مفيش، تيجي تدور على حارس مرمى مفيش، على ديفندر مفيش، على باك رايت مفيش، على باك ليفت مفيش، مفيش انتاج من الدوري، والدوري بيتراجع وبتعمل له مشاكل اكتر. هنروح على فين؟ والله انا زي ما قلت لك الموضوع ده دور، انت بتقول لي فراوده، طب تعالى نعد فراوده الدوري كلهم اللي هم الفرق الكبيره. النادي الاهلي اجنبي، النادي المصري اجنبي بس معاه صلاح محسن، معاه مروان محسن، ما عشان كده مروان بيروح وصلاح راح. تمام صح. لكن بقيه الانديه، زمالك اجنبي، كل الانديه فيهم، الاهلي فيهم واحد اجنبي. طب انا ازاي اخد خطوه بان انا يبقى مسموح اربعه افارقه في القايمه، والقايمه 25؟ ده انا ببدل الافارقه كمان في النص الثاني براحتي كمان. ربنا معاه. لا يعني جه فترة في سنة 99 في ألمانيا، لما منتخب ألمانيا تهز شوية قال لك احنا نقلل عدد الأجانب عشان نقوي، عشان نخلي اللعيبة بتاعتنا هي اللي تلعب، وهي اللي عشان المنتخب بعد كده. تمام. وفعلا بدأوا يقللوا عدد الأجانب، وبدأ المنتخب بقى يحطوا خطط لحد ما وصلوا اللي هم ياخدوا. دي ألمانيا، ما احنا مصر برضه، ما احنا مصر، لكن أنت عندك إدارات يعني، احنا علامات استفهام بقى. ما احنا بنتكلم، هو يمكن ده. حد يقول لك الناس الطيبه اللي قاعده في الاستوديو دي يمكن هو لازم يوصل لهم ان هم فعلا غلط، ولازم يوصل لاعضاء اتحاد الكوره انهم لازم. هو انت تعتقد يا كابتن ايهاب ان هم مش عارفين ان في حاجه غلط؟ لا، انا شايف ان هم مش فاضيين. البنج بيدوا بعض البنج، بيدونا احنا البنج. ايوه. هم شغالين دكاتره علينا احنا، كل ما نقول خد يا عم الحقنه دي ريح شويه، طب واحنا ما بنصحى بالليل بقى بنصرخ، خلاص بقى كله نايم. كله نايم. فده كابتن يدل، لما تيجي تشوف اعضاء اتحاد الكره، مع احترامي للجميع يعني اذا كنت انت مش متفرغ لاداره اللعبه دي، كفايه صور، كفايه براويز، خش اشتغل على الترابيزه، محدش فاضي. وبعدين لما في الكواليس، لما تعرف مطالب اعضاء الاتحاد لما بيقعدوا على الترابيزه ايه، وعدوا عايز يغير شقه وعربيه، وادوني هنا واعملوني هنا واعملوا لي برنامج، حاجات مؤسفه يعني. طيب يبقى الكره بقى هارد لك فيها يعني في مصر. يعني احنا بنقول، انت بتقول لي، بتسالني هي هتبقى للصح للكويس ولا لا، هي هترجع لورا. يعني زي ما قلت انت كده، ان المحترفين الحمد لله ان احنا عندنا مجموعه كبيره، هم اللي شايلين المنتخب،
اقول بالبلدي كده هم اللي ساترينا دلوقتي. بالظبط من الاخر يعني. لكن انت محلي بترجع لورا، ما بتطلعش لقدام خالص يعني. في ظل ان الواحد عنده تفاؤل لسه راجعين من كاس عالم، يعني مع احترام احنا دايما يا كابتن بنفكر احنا نوصل كاس عالم ازاي ونفرح لكن نعمل ايه لو وصلنا كاس العالم؟ ما عمرنا لا حطينا السؤال ده ولا حطينا اجابته. ايوه، لان انت 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 بتقعد فتره طويله جدا لما توصل كاس عالم، غير السعوديه، غير الفرق الثانيه، المغرب، تونس، الناس دي بتوصل باستمرار. رايحة جاية. يعني رايحة جاية. لكن انت بتوصل بصعوبه، بتوصل بصعوبه نتيجه التخبط الخطط للكره المصريه. وما بتوصل عشان انت ما عندكش اصلا خطه، انك بقى انت احنا وصلت بالبركه بقى وبتاع وعشان محمد صلاح ربنا كرمنا فيه وهو اللي بيخلص لنا الماتش. ضربه الجزاء دي ربنا كرمنا فيها، ومحمد صلاح من الضغط عليه في مباراه نيجر، مباراه منتخب مطالعه، بيضيع ضربه الجزاء وهو نفس اللاعب. شوف يا جماعه وصلنا الدنيا لايه؟ سبحان الله. لازم نقف عند الحاجات دي بصراحه. طبعا. فانت لما بتوصل كاس عالم ما عندكش، انت خلاص فرحان انت وصلت كاس عالم، مش فارق معاك انك تلعب ثلاث ماتشات، لا عايزين نجيب جون عشان الكابتن مجدي ما يطلعش يصدعنا بالجون بتاع. فالحاجات كلها عندنا كواليس كده، مش عند حد، عندنا احنا بس. للاسف. اجري مع المنتخب بقى في ظل اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقدر يعمل حاجه؟ وفي مشكله كمان يعني، الراجل سلجادو راجل يعني وكيل لعيبه، وجايب الراجل على انه الوكيل بتاعه، فجاه الراجل بيقول لك ده المدرب اللي هيدرب كابتن هاني رمزي، اكيد عنده مشاكل في الحته دي، والموضوع كده غريب جدا. وبعدين سلجادو لا بنشوفه بيجي يحضر ولا ينقي لعيبه وبتاعه، وبعدين هو حاطط مع الراجل التشكيل وتدخل في بعض عناصر الدفاعيه على مسؤوليه الشخصيه، عناصر الدفاعيه سلجادو هو اللي مختارها في المعسكر اللي فات. طب مين المسؤول؟ مين مسؤول عن تنظيم الجهاز ده او اختيار الجهاز ده؟ صدقني احنا قاعدين على الترابيز دي وعمالين نلف، بس هي الترابيزه هي هو اتحاد الكوره. اتحاد الكوره انت جايب سلجادو ليه؟ اهو لسه الاستاذ برجاوي بيقول لي الزمالك خلص 1-1 هو سموحه، وسموحه ضيع ضربه جزاء، وفي مشاكل في الملعب، والدنيا تخبط. تخبط، ربنا يستر والله. يعني اتمنى ان الدوري يكمل على خير يعني في الاخر. مش عارف يا كابتن، والله انا بقيت قلقان جدا، وبقى عندي رعب كبير جدا من العناوين اللي بتحط في البرامج، في الصحف، في الميديا. الدوري مش هيكمل، الدوري مش عارف يحصل له ايه. على ارض الواقع فعلا في مشاكل كتير، وكل ماتش وكل يوم هيبقى فيه مشاكل. ده انذار، ده انذار ان في حاجه مش مظبوطه، في حاجه خطا، في اخطاء. ده انذار، ده انذار، يا تلحقه هيبقى في كارثه ثانيه. واحنا بصراحه مش في حمل كوارث يعني في الرياضه يعني. يعني الكارثه الاخيره دي طبعا اخرتنا بشكل كبير جدا، وخلت الكره المصريه رجعت ورا. فاحنا نتمنى ان الناس تفوق، والناس تفكر في مصلحه البلد، للناس المسؤوله تلحق المشاكل الصغيره دي، لان دي كل شويه تيت انذار كل مباراه او كل اسبوع. فانت الحق بص مشاكلك ايه، حلها. عايزين ننهض بالكره المصريه، مش عايزين ننزل بالكره المصريه. وانت والكابتن عمر عندك كده تكريم، بتستعد له ازاي بقى؟ خلينا نتكلم بقى في حاجه مبهجه بقى، ونقول للناس حاجه مبهجه. وانت رايح لهانزا روستك والناس بتكرمك للسنه الثانيه، وانت من اساطير النادي انت وكابتن عماره، ورايح اكيد بتجهز عايز تعمل حاجه، اكيد ليك هناك ذكريات عايز تعملها. اول حاجه اول حاجه نخس شويه انا وعماره عشان الماتش. لا كابتن عماره ده يا ريت يجي لي على التليفون. الكابتن عماره انا شفته في النادي، لا زايد اليومين دول، زايد اليومين دول، لا زايد شويه، وهيبدا بقى يخسس عشان الماتش بتاع شهر 5 ده ان شاء الله. كابتن عماره عايزين بقى شويه تخسيس 100 اليومين دول. لا بس في ملعب الشمس مقطع الدنيا، مكسر الدنيا، مكسر الدنيا. عمارة الشمال زي ما هي، ما اتغيرتش. جميل كابتن عمارة، نجم كبير ومن احسن الناس لعبت في المكان ده طبعا. بعد كابتن ربيع الناس، كل واحد رمزي في جيله مميز، في كل واحد في جيله كان مميز بصراحه يعني. ده امان طبعا، بنبقى مبسوطين جدا. بيبقى في اتصالات بقى كتير معاهم في النادي، و بيحسسوك ان انت لسه عايش يعني، عارف اللي هو يعني ايه، هنا بده بنج، لا هناك بده حقنه الحياه. فبناخد حقنه الحياه، بنبقى مبهجه يعني. انت الواحد فرحان ماشي من هنا متبنج داخل على الانعاش، تروح هناك تاخد قبله الحياه وترجع تاني تاخد بيت السنه بقى. ما بتيجي تستجم هنا برضه.
هي ضلمه قوي للدرجه دي يا كابتن؟ انا كل ما ادخلك عايز اقول حاجه حلوه الف ورق. والله الحمد لله يعني انا بحمد ربنا على اي شيء رب العالمين. ودي اهم حاجه يعني. انا عارف ان رزق هاخده ونصيب هيجي لي طبعاً. وعندي تصميم واراده ان انا ان شاء الله في يوم من الايام هبقى حاجه كويسه قوي في التدريب. انت عايز تقدم اللي انت استفدت بيه وتعلمته لبلدك وتعمل تجربه حلوه وعايز فرصه وانت راجل يعني في المستوى والليفل اللي وصلت له ده عايز تقدم اللي عندك. انت عايز تقدم يعني انا كابتن ايهاب لو انا حاسس ان انا يعني ما عنديش صدقني مش هشتغل فيها مش هخش المجال اصلا هبعد يعني. لكن انا جوايا طاقه وعندي فكر وعايز اشتغل بيه بس الاقي العوامل النجاح يعني انت عارف هي مشكلتي كلها في عوامل النجاح ان انا ابقى موجود في مكان فيه عوامل نجاح. طب اي بيئه رياضيه عوامل النجاح تتوفر ازاي او ايه هي شروط عوامل النجاح او ايه النقاط اللي توفر عوامل النجاح في اي مكان رياضي؟ اهم حاجه الاداره. الاداره لو عندك اداره قويه واداره لها تخطيط لفتره او انا اقول مش هقول لك 5 سنين لان ده يبقى صعب جدا سنتين على الاقل او 3 عندك امكانيات ماديه لان الامكانيات الماديه زي ما قلنا ان هي بتتحكم بشكل كبير جدا في انك تقدر تختار العناصر طبعا. اللي انت عايز تشتغل بيها عندك ملاعب للتمرين للمباريات ملعب تتمرن عليه وتلعب عليه لكن مش متمرن في ملعب وتلعب في ملعب تاني خالص وما بتنزلش عليه الا مره واحده بس في الاسبوع الحاجات دي كلها ممكن عوامل نجاح الحاجات السلبيه الخارجيه ممكن الجمهور بعد الثوره السلوك اتغير شويه ما بقاش زي الاول ما بقاش ان هو بيحب فرقته وخلاص لا ده عايز يتدخل في الاداره وعايز يمشي المدرب ويجيب مدرب لا اللعيب ده مش عاجبني اللعيب ده لازم بقى في حاجات غريبه عن الرياضه فدي بتاثر بشكل سلبي على اللعيب وعلى الجهاز اللي بيبقى شغال يعني انا شايف العامل الرئيسي مجلس اداره محترم وقوي امكانيات ماديه بعد كده ممكن اي حاجه تركب يعني تقدر تجمع انت الحاجات دي مدرب كويس عنده فكر بالظبط اكيد طبعا اداره ما هي الاداره زي قلنا اداره نادي اداره فريق الاداره فاداره الفريق دي تتمثل بس كله مين اللي هيختار في الاول والاخر مجلس الاداره بتاع النادي هو اللي هيختار هو اللي هيحدد هيجيب مدرب كويس هيبداوا يختاروا لعيبه كويسه هيبقى في امكانيات يقدر يصرف تكسب يديك مكافئات يعني مش تكسب يستنى لك ماتش تخسره عشان يموت لك المكافاه الاول لا في حاجات صعبه المواهب بتقل ليه في الدوري المصري مع العلم ان احنا المفروض المواهب تبقى اكتر بموضوع طبعاً. الاكاديميات اللي حصلت دي والطفره بس للاسف ما لهاش مقاييس فهي عشوائيه عشان كده كله بيروح في الرجلين كله بقى متشابه يعني يمكن الاول كنت قاعد مع كابتن زيزو من فتره طويله طبعا ايام كنا شغالين في القطاع فقال لك الشارع ده هي دي اللي بيخلي بتلعب براحتك في الشارع مفيش الولد الصغير لا او اي حاجه بتيجي في دماغك بتعملها اي مهاره بتاع تيجي معاك مره ما تجيش معاك بتحاول تاني لكن دلوقتي بتحطه في اكاديميه في كابت ترسله الاقماع ترسله مش عارف الايه ونط وجري وجرب الكوره وشوط فاصبحت ان انت بتحدد للولد المهارات بس اللي انت عايزها لكن هو ممكن يبقى عنده مهارات اعلى من كده ايوه حلو قوي النقطه دي يعني انا بصراحه ده كابتن زيزو لا 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 حلوه قوي 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 فالابداع ما بقاش موجود بقينا زي المكن بس انت عايز الولد يجي يعمل التمرين ده وخلاص هي دي المهاره اللي موجوده هو ممكن يبقى احسن من كده فانت بتقتل المهاره من الناحيه دي فبالتالي بتاثر عليك بعد كده الشغل اللي تحت اللي ماسكين قطاع الناشئين كلهم لازم يختار مدربين كويسين انت النهارده لعيب بيبقى عنده 23 سنه و4 و25 سنه ومش عارف يقف الملعب شوف احنا قلناها مع بعض ازاي ما بيعرفش يقف دي كارثه ما يعرفش امتى يغطي ما يعرفش امتى يطلع لقدام ما يعرفش امتى يطلع يخش لجوه وامتى يطلع لبره بالظبط يعني انا بس ماسك فرقتي يا ابني الجناح ده امتى تخش جوه لما يكون الباك بتاعك جوه ولا لما يبقى بره؟ اما يبقى بره هقطعها خلاص لان هو بره، لما يكون جوه افضل بره عشان استلم الكرة بقى. يعني في حاجات ده صعب قوي تعلمه الواحد في فريق اول هقول له ده وتقعد تعلم وتعلم وفي الاخر تلاقي حاجه ثانيه هنسعد بيك وانت بتتكرم في المانيا انت وكابتن عماره وهنتابعكم وان شاء الله نكون معاكم دايما وتيجوا هنا بقى في تكريم
بعد التكريم ان شاء الله تكرمه في المانيا. وقتي معاك خلص، وانا كنت سعيد جدا باجاباتك العفويه، وبقول لك اي يعني لحظه حزن لا 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 فرح كده وانبسط قبل ما تروح للتكريم، ولا حضرتك حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكرك؟ انا طبعا بشكرك، وانا بصراحه يعني انا قلت حاجات كان نفسي اقولها وما كنتش اقولها مع حد غيرك، لان انا ببقى مبسوط ان انا موجود معاك، وبشكرك طبعا على الحلقه الجميله دي. حبيبي يا كابتن، نورت وشرفت بيتك، واحنا ضيوف عندك فاسمح لي اشكرك. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا. واحد من نجوم الكرة المصرية، واحد من نجوم الكرة العالمية وتحديدا الكرة الألمانية، نفسه ياخد فرصة وقالها على الملأ، ادوني فرصة عشان أقدم اللي عندي. كل سنة بيروح يتكرم في ألمانيا، هانز روستر هو كابتن محمد عمارة، وبيروحوا جواهم أمل، بيقول لك أنا بروح أخد قبلة الحياة واجي. يا رب دايما يبقى عندنا قبلة حياة، ويا رب تبقى قبلة الحياة هنا في بلدك مش بره. لسه مكملين، والأهلي الليلة النهاردة في فقرات مميزة جدا، ولازم أروح سريعا لزميلي أمير هشام.